السلام عليكم حبايبي، حياكم الله وياكم مسام جيمز. ومثل ما وعدكم دائما ياكم بكل شيء جديد. مقطعنا اليوم خرافي عند تاجر الأسلحة. أول شيء موقع تاجر الأسلحة، شيء ثاني أسلحة الموجودة اليوم شنو. طبعا أسلحة موجودة تكون لهذا السبوع بس، السبوع الجاي راح يتغير وكل يوم يتغير مكاني. حياكم الله بالديسكورد، تحتاج مكان التاجر أني أنطيك مكان بأي وقت تريد بالديسكورد. خلينا نشوف شنو الأسلحة ونقول بسم الله. أول شيء الأسلحة تريدوها، الأسلحة الخرافية لهذا السبوع أسلحة أسطورية يا أخوان، أسلحة أسطورية. طبعا ما تجيك إلا بالليفل العالي. طبعا هذا مسدس فرانكلين يضرب صلي كأنه رشاش، اللي ما عرف يعرفه أو لا، سلاح أسطوري، مسدس أسطوري مثل SMG. وووو الميني جان والفلير جان. طبعا هاي الأسلحة كلها ما تجيك إلا بالليفل العالي، يعني لا فكر بهذا الشيء، أسلحة ما تجيك بالليفل الناصي مستحيل. هاليوم راح تجي تشتري هاي الأسلحة الخرافية. مو بس الأسلحة، خليها ببالك، عندك الملاتوف، كان الوحيد اللي تقدر تشتري به الملاتوف هو الفان. طبعا مكانه حيكون هنا مثل ما تشوفون، هذا مكان التاجر. أوكي تشوف وين بنهاية الماب، نص الماب بالضبط، بنص الماب بتشوف تطلع بعد الجازينو، بعد الجازينو هنا تاخذ هذا الشارع وتجي عليه بالضبط. هذا مكانه الفان مثل ما تشوفون بالضبط وين. حتى تقول لي وسام وين 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 وين، حياك الله بالديسكورد، تحتاج فلوس تحتاج اي شيء، حياكم الله، ما راح نقصر وياكم. واقول لكم تحياتي لكل الحبايب، I love you all guys، ونلتقي بمقطع ثاني ان شاء الله. مع السلامه.